سمعت أرادة خطبة الجمعة وهابيدي كينيا جوكتور دان كو يوروب قلبيت مسايدي كنت كذا إصلاح وهو رأيه وآيان با وآفده يغانو قبل الله بي صلاة جمعة خطبة يدوها شرط لصحة الجمعة شروط كذلك كمتها أم واجبات كذلك كمتها أفعري بس شرط يما يفعري ويكون صحي سيوح كلال سكوهية وحلو بدن يعلم سمته وحقول بدن إني سكوه صحي نوح عربي كاي خطبة الجمعة وحن عربي كاهين إيش نكون صحيحين بمعتمد أه هذه ضدك مسلمين تين مسألة كنت كان يقيب كمل عربي يفهمها يا مذهب الشافعي أساسا معتمدة حنابلة أساسا معتمدة مالكية أساسا معتمدة حنفية وريفاريس وإيرانيين وعربي لغوط وقلي يا مرنقونا كاني وأنا بدع في الدين اسكو قال هذا بدع في الدين حلق النبي محمد حلق الصحابة تابعين السلف الصالح إلى أبو حنيفة وسو إيماني ولي لو ما خد بين أفأن عربي أهين مسلمين تنو وحيف ويتجان أولا عربي لقاء قونين أفغانستان قرما لقبت كابول مسلمين تحي كت صحابة كت الليس إيران وهر على نافيبا بلاد العجم وهر على لقبتي ولي قونا مطبعان أني من عربي أنا قونين بلان باش أو أف صوماليين أمانو بورنين لمدين الخطبة بغير العربية وبدعة في الدين أهل العلم وحيسكوها يعني عربي وحانكما أصحيسي وبطلت إيو ما يوي كأصحي وهذه يا أخوان محيطورتين إن لقو خطبة هل بقى يدين شيئي قيب طوري عربي كارديغان وحي قدم بي إسكا شاكيس تلفون قن إسكا وات هوين كنا شكان صدا وحي بنان كان فاتن بيلت يا اسلي دحل هبه ما لو مسادان كو خلدمي جمعي هذا الصوره في 100 هي مسادان كو خلدمن موداي ان او قمي هي ام بوغاك سدو نو نوغو وداي اف عربي قيمه بدون سا اولها ام بوخوري ولا ليال قران كان اسكا اخرستانو جزء يدي منا وان اسكا اخرست وركو واسدا iska ilaaliye ummada haday noqoto way banaanta yamay wa waxba ku asixi maayo waxba ku qasbaysaa fudaysiga diinka ku jiraad ka dareemaysa fudaysiga ku jira culimada muslimiinta waxa u badan yihiin ma asixi qodobada ra'yi dha'ifa wuxuu leeyahay way asixi maxaa ummada ugu qasbaysaa bali fansiya iska badaayo maxaa raajic maan waxa loo batay kuma asaxayso مذهب يربى قبع على كلام فيه ويكوى صحيصا ومد المسلمين تهيد أغلب كيد محاول وقصبت إلى قحوتك إلى يوبي قلبين إسكا إلى ليا يا ديكتاتور وين عافين أنا المرأة أنا وحكم كو قبطون بيوبا هاين كلي إسكا إلى وحبضان وهو لها سن أغه وحبضان وهو لها سن أغه يعني لما يدير راعينا المسلمين عبادات كذا رأيك الشخصي هذا والله هذا ومضى أكو قصبين اللي يقول حيوك بدنيا هاي ومضى أبما يلد الدين كيدي عبادة دي ده قضبك قال يقول دنبيا كقب حيو هبينك كوري عشر ك وحينو كهذا اللي إن لقو خطبة أفان عربي أهين يعني تير طابا ني أفان عربي أهين لقو خطبة أكتيد ما أهم مسألة خلاف أقبشة مسألة اجتهادية أو مما يسوغ فيها الخلاف اكتيدا كما صدرت يد بعض أركي سان مرر بضينان كوات كايون آدو قوقا لفسنا المسألة ذا يدا مركاتات استرادان ويداتكم مسألة وخلافي مسائل فربضون يعاين بدو سكو خلاف سنيهين ومن حيث الدليل أن خلاف أقبلين باتشرو باطل وخلاف كوياي أف أربعين مسألة يهل مرسرد فيل كوكا لابن تيمية ويسلف كوسكو خلافين دليل كدون وقطعي هاي ما هم مسألة خلاف كجر مكين هيو ألا يكون الدليل أحد القولين قطعيا وذاتك خلاف دليلك قطعيا مسوغار وكايل ضوفي وسن فهمي أكيس وسكاء صحين مجرد لقدا مسألة ومسألة خلافها وقاد دليل كيد إنو يهي دليل ذنعه من الطرفين وحادي عكرته أحد الطرفين إنو دليل كيس يهي دليل قطعيه مما يفيد اليقين والضرورة
لكن إنك خلافي وسن سوق قاره وين بدينهن مسائل أفرتن قاره وهم برتريه دور بقول بقاره مسائل كنوع عاص مسألة أنا كمذا الخطبة بغير العربية في يوم الجمعة خلاف باكجي لكن وخلاف كاسي أكتيد وغير معتبر لأنه خلاف كل سن على خلاف الدليل القطعي مقالات هذه ربنا نقول بداية السبيل وآخرين كرتان.